عطو سايد سايد لا الله يجعلك ترى جلست على سايد ترى كنا الفطور كنا الفطور بالله بالله ما حد الحق الحبيب ابيض حق ما تلحق طلب طلبه والله طلب طلبه قوه الثاني خلي يجي خبز والله ما خلي خلي يجي سايد لحد ياكل لحد لا لا والله طاول اليوم في المطبخ هذا يجعلك ما نبقى قايل زد تميس زد زد تميس خلي يجي ما جي يرفعها فوق اصبر اصبر للعيال اصبر عيب عيب يا عيال عيب عليك انا ادري انه عيب بس خليني بس اشوف الشباب والله عيب عليك اصبر عيب عيب والله عيب يا والله اصبر 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 جيب المويه بس انا شربتها والله الربع عيب عيب بقوه اسمع عيب انتظر الناس والله هذا اللي اكل والله شلوحه وش ابي شلوحه عيب انتظر الناس ولا سويت شيء وتبى تاكل والله مويه ما في من الاخير أطري 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 أحمد حزن بقى أنا صغر هاي بصغر مخاطر لي يلا حبيبي في موية ثانية وانتهى عقلي أكبر منكم إني أجي هات موية شو ذا أحمد كتاب خاص سبقك خاص روح لك بالله فكرت صغار أرحب أنواع قلبي أهل الدار يا رب تلهمني عظيم الصبر طبخ ليالي السماء اشتقت للديرة ولد ترى الساعة 6 الفجر يا لا 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 انا ابغى انا ابغى حي الله انا احد يحكي لا تكفى تاكل شيء اشتقت للديرة كل مطرقات يعجبها صوتها ساي 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 شوف 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 سمو الله بيض الله وجهك حق حق تويت هو ابو معيط ابو معيط ابو معيط عيال ابو معيط ابو معيط معيط وين محمد معيط الربع ابو زيد خذرك والله يطول العمر محمد معيط وينه عمر السامعين هذا خلي بالك محمد معيط وينه ليه لا حق تويت محمد معيط محمد معيط وين خلاص ليه 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 ولا ما يخلي حط حط روح 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 ما ياكل واجد ترى ما ياكل واجد علمتني من هذا هو حق الفوز اي والله تكفون تكفون والله العظيم قال خل ما يجيب الفطور محمد عظيم محمد نادى نادى يلا محمد يسوي تعال تعال هذا وش الخبز ماجي 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 شوف محمد معيط شوف محمد معيط محمد معيط تعال يا ولد الفطور بالله عليك فوز تعال هيا الفطور محمد معيط مكثر ملح البيض شو رايكم بالفول فول 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 حظاك ذيب ذيب هيا ها صاير ذيب ما في راح ودي فطور جوا محمد عظيم دار ها شو رايكم بالفول بالله علموني لا يعلى عليه يا علا عابي هذه قشطة السايرية عطني خبز ابشر ابشر خبز هذا ما يكفي يكفي ها يكفي تميس سب الرحمن بس اشبع نشربك عند العيشه لكن عند التنظيم سيء بسم الله الرحمن الرحيم واليوم راح لك اصلا الاواني عشان يعطيكم غلايه في غرفتنا الله الله في دخل الغلايه عشان تسوي شاي تسوي لك شيء لا لا ما يسوق الهواء كذا انت ما تبغى نطلع بس طيب دقيقه 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 مسوي ذكي مسوي ذكي عاد اليوم غرفتنا ما فيها كهرباء ما فيش كهرباء فيها كهرباء فوق ابعد اليوم يا احمد اجتمع فينا قلنا اكل ما في في ابي في يعني شو اسمه المنظم يعطي اوامر انت اسمع بس انت لا حبيبي انت سوي اوامر اسمع اسمع بس شاش ابو زيده يا محمد عيد الكلمه مره ثانيه لو سمحت عيد الكلمه والله لا محمد عظيم نسجل اول مره بالتالي محمد حادي وينه يا عيال طيب والله انا عارف انه لا في تنظيم لا ما دام انك مصبح ولا اديتك مرة عصر الحمد لله هذه وين انه ينظم نفسه يا ناصر والله في ثمان يا ناصر خبزه يا تحسر ريقك مليان اوراق خليها بس التونه يا عيال التونه زي التونه تبون تونه هذه العلم 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 تلبيك هو اللي صاير العلم والله قلت لي حمد جاب راح حمد بعيد مره تعال تعال بس ما ادري وش بيجاي ولا ما ادري ايش علم بس يجي يجي بلا على خديك هي حاله والله هيفه منك بدر بدر تك بنص نص انت لا ما تكعك انت بزر والله انت هيثم دقيتني قص اقتصاص جنب 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 احمد ذكرني بكره احمد ذكر يا ابوي لا زال ذكرني بكره بس عشان انا صحينا اجيب لكم سفره اجيب لكم لا اطلب سفره والله ما بتجيب لنا حاجه
انت باذن الله اذا مسكت كان الله اراد وقدر مسكت منظم بسوي دخوليه في حياتي. انا خلاص هذا اذا جيت ليه ما علمت تنازل؟ وزيدة راح الهنجر بسرعه. لا والله اني صات والله انا عارف لا والله ما رحت لهم اللي بعد ما خلص. تدخل اقرب يرجع اقرب والله اني صات راح الهنجر عارف هالمره كلها بغيت اسوي تسعه يعطوني تسعه انا بجلس انا والله خبز زين بالله اي ربي اي تعبنا بالفول مو بنفس فول اعطونا خبز ليه ما تاكل تركي ترك ياك يسحب افطر يا علي عافيه خمس شايفينها خمس ريجين اصبر انا خلاص توسع طلب ثلاثه بزيده زياده بعد اي احنا ما احنا بشوي يلا اللي بيشبع بسم الله قبل العضو لكن الشيء الواضح بين خبزه كل شيء انحش دمنا تعال ما هذا الله يفول وانا حق محمد هذا وجاء صح بلا فول حريقه والله الفول حريقه والله تعال تكفى الفول امانه خلاص امانه ملعق والله تقول عبد الله يقول تعال زين لك اعطني نقمه فول تعال زين لك ما اجي اعطني نقمه حط الكلام في عقلك انت ها كذا الربع رجال دقه خلي ابو زيد اقول لمحمود انت الحين تدعونه ولا تهددونه تصوير ولا ابي تصوير يلا قول له جاي بتخلص دقه افطر يا عيال افطر يا علي عابي انا واحد نجيب لكم فطور الحين فول وحركات نجيب لكم قصدي اسود واصفر افطر وبيجيكم الحين شاهي ذوق بيفتحون اول مره يطلع فطور ودي ما تطيح لا افطر عين الحين اسولف عليكم انا هنا هو شيء خاص لا تحشر ها شاك بالفول بالله ذقت الفول ها جبار فول من الفجر قبل الفجر انا جالس اخلط ادرس خلطه درست خلطه درس والله ما عاد معنا لما حصل حطيت المثلث المربع وجبناه طالما تميس عشت والله عشت سوي سؤال عظيم اليوم التميس له نصف اليوم عظيم من عنده هنا يبي عظيم يبي حاسو زياده بعد ممكن تسبر عطنا 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 اثنين تميس زياده لا ما خلص راح العيال جوعه يلا في قهيره يرم ها حرقه من ريجي دوري ناس خبز انا ما شاء الله خبز زياده حلو الفول بالله حلو الفول فاتك نص عمرك الفول يا حبيبي زياده اليوم انت غلط وقته غلط ابو زيد ابو قوم راح ايش بدي انت وياه اعطنا خبز لا حبيبي زيد ابو زيد يقول لك كبير والله محمود شابت عليه دقيقه بس يضربك الحين حرق على الطير جات ابو زيد انت مقطوع يلا يا الوالي على كل والي مرحبا ابو هالكرت صباح الخير طعمك وين يعطيك العافيه ساير مشغول عندك اجتماع توسع يا والله انا داري هذا اربع فول اربع علب يعني بالعافيه يا ها الله يعافيك العافيه عمري امشي شباب ما بعد كتبنا شيء الا دحين شاء الله باللي دس وشويرب كل يوم كل يوم خلاص الساعه 4 ونص لك لاكيد احنا ما كتبنا شيء للحين والله ما مجموعتكم شاير وذيب احنا طال عمرك احلى مجموعه تخيل ناخذ الاول عليهم حنا ترى الشيء اللي بده تزيق تو يرجع
بس لا دام قمنا بعد العصر لازم نقعد ليه هو قال الساعه 2 ابي 2 اليوم الفلوس اي قال بعد الساعه 2 صاير انا اليوم بالطبخ مطبخ انا عندي طاقه تبي ايش رايك احل عنك الوجبات واحل عنك لك الفلسفه ما اعرف والله انت حضرت الفرع ما حضرته باسمك من معك انا اهم شيء يومي انا خميس جاي ذنبه بس غيره انا ما اعرف ايوه حجز الرابع يا ولد رايد اللي غرفه رايد نزل صوير معكم يا رايد صوير صوير هو البعزة شو اسمه يا اخي الاخبط والله عبد العزيز اليوم ما جاب خبز عبد العظيم تحيه للمداومين يا عيال تحيه للمداومين انت راجع مداومين بدرسين ودرسات معلمين ومعلمات يعني ما حد يداوم ولا مدرسين ودرسات طالبات شوف اليوم احد صح؟ ما يمكن ما يداوم الا الثلاثاء الثلاثاء تلقى غايبين الطلاب لا طلاب مستحيل يصير على الايام هذه ها يصير على الايام تمشي الايام جاكم ابراهيم يا والله يا اخي انا ترك ظلك ضام نفسك قلت انك بدك تتبرر ليش؟ والله انت ان شاء الله قدامك باذن الله يا رب عاد تعاون يا جماعه على البر والتقوى وشيل صحونكم ها لو سمحت انت وياه تعاون وين الخبز؟ ما في يا 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 محمود عمران اخوي هات خبز يا اخوي بخبز طاح يا اخوي ما عاد في شيء طيب يا اخوي تقول اصلا لا تقول سوي عظمه تميس طيب يا اخوي ما شمه ما شمه ما شمه حبه حبه وخلص وخلص هم حالات الشيء من الاول حالات الشيء من الاول تبدير شيء يا رجل بطل انا بطل 20 عادي طب كذا يا حاجي اترم من العيد اترم وانت قلت روح ترقد روح ارقد ارقد لك كنت دافع من جيبك شيء اول ثانيه لك كنت دافع من جيبك شيء الحمد لله الحمد لله لنا طعمنا وسقانا واواني لعب الشيء كيف الواحد لا يشبع شكر مو بنكر جاهز ولا نصايح وين يا محمد يا محمد حربي ايه محمد حربي اربع مسلم يبون لا لا عطني ليه الا يا اخوي هات اربع خلونا ناكل طيب يلا ما يضبط شيء خمسه دبيس الحمد لله سته سته احمد سته ما شاء الله على دي شخصيه ما يحتاج ما تكون شيء معدلته عطنا طلعت هات هات بنقطع بنقطع هات بس انت هات وزع على الشباب صلى على النبي سلمت هات اخلص يا رجال خلاص مرصص هذا بيديك حبه 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 سمي يا ناصر حدك والله سمي ابو رحمن والله لي سمي يا شباب سمي ابو الله لا يوليك نعمه المسلمين لا بيت مال المسلمين اي والله قرب قشطه حلاوه لا يولي ايه انت ايش الولد رمي لا رمي النعمه اليوم انت سمي ولا شي بعد يا احمد والله الذي لا اله الا هو اني اعطى الكتب راح انا حطيت تمس عليها اعطى الكرتون اعطى الكرتون التوفيق التوفيق ارفع يا زين ارفع 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 تفضل شو تطلب يا محمد حاضي محمد بعضها على بيه زيت ما يلبس نظاره حط ثاني على الصحن لا تفضل هاي ترى ما ادري ايش السالفه ها ما ادري ايش السالفه ما ادري ايش السالفه ليش سميه ثوب ازرق ازرق وحوطه سكريه ونظارات اكبر ونجح ابشركم قال ابيض واحد مشتاق له ابيض جاء واحد مشتاق له سفيده ها ابراهيم ابراهيم ما راح ارد عليه تصبحوا على خير يا عيال ساري في خير هاي دام في الجامع يعني. ساري ايه شوف سارح بخير ولد هذا يخ مزرع هذا ماكي هذا ماكي هاتوا سوي عيد محمد 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 شوف يدينا يدينا هذا ماكي شوف يدينا انا ارحب ارحب مرحب مرحب ارحب ارحب جب جبل مالكي وين جاي مالكي؟ انا؟ ايه حتى من كثر ما عنده اعداد وتوش عنده مهماته
العيال بشغل لكم افطر افطر الحين كوره ولا مدري افطر انا اسمع عن كل ما سويته في ايامي المايك وين يا اخوان من جاب الفوطه يا راسك المايك والله يلعب تكفى يا مالكي راح فهد مالك وين مايك حقك؟ فهد مايك وين فهد؟ فهد مايك فهد فهد مايك فهد انت منظم المجموعة الأولى وين المايك فهد؟ اسمع يا عيال فهد فهد المالكي وين مايك فهد المالكي؟ تراها من عدة اخويا فهد المالكي مايك وين؟ فهد فهد وين المايك؟ فهد فهد وين المايك؟ اقصوا على مايك فهد المالكي وين المايك؟ مايك وين بعد؟ فهد مايك وين يا اخوي؟ كيف تطلع الهواء بدون مايك؟ كيف تطلع بدون مايك؟ كيف؟ تعال تعال مايك وين؟ مالكي من كثر ما مالكي شلون منظم اسبوعين والله منزل منظم جاي من الشركة ماجد احمد الثالث اذا قلت منين جاي قال عندي مناقصة بالشركة ما يقول مناقصة مناقصة يا فهد المالكي وين المايك يا فهد؟ ودي اشوف ركض يركض يمسك راس الحين ما ياخذون نفس المستوى يا رب يمسك راس ينقل الشمع دخل عليه قال لك كذا محمد انت شفته محمد يمين الجبيلات ايه مريض بلاع صوت كذا ايه قاعد يرح لا هو قاعد يحب الله يحيي من حضر الله يحيي من جاء لا بس هو كذا الجبيلات ترى والله سوى كذا يجاري يجاري يوم جاء جبلان يبغى انت لا تفصل ذاك تفصخ ام الخبز كذا اقسم بالله شو كيف تسوي فيه؟ لا عاد تسوي خبز عظيم ما راح حد الحين فهد المالك حقك وينه يا فهد؟ فهد المالكي بسم الله الصلاه والسلام الحمد لله مالكي ايش فيها الشركه؟ ما وصلت كيف ايش فيها؟ شركه طول عمرك انباقت انباقت والسد عيني تعاملت مع مكافحة المخدرات بالشركة ومسكت اللي كانوا باع فهد شغل مايك فهد 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 شغل مايك فهد فهد المالكي شغل مايك فهد المالكي شغل مايك فهد المالكي شغل مايك فايز المالكي فايز المالكي ايه اعلانات فايز المالكي براند مو بادي ماركي مو بادي ايش صار منقصة اجلس 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 بطارية بعد لا مو بله المايك مو بله مو بله المايك لا لا مو بحقك مالتي والله شنو بلعبه اسمع الساعة منقصة يا اخي كذاب والساعة منقصة ها لا درك يا ماجد هي السرعة منقصة لا درك السرعة منقصة انت مدير التمويل من هنا وراي السرعة منقصة راجع البدلة ترى سايق ظلمني والله اني ما رميت شيء بين المخاط والله ما رميت شيء قاعد تركي ما ادري تركي ها ماشي ايش اللي والله هو شفت العصير وقلت فيد والله ما المرض باخذ النفاس لا سلطان لا بسرعه مناقصه ما تجيني والله والله ما تجي والله ما تجيني واحد بالله والله ما تجيني اقول لك انا حلف بالله جميل ورايح ما تجيني جتني ذي شوف اسمع بسرعه مناقصه صب لي يا هيثم صب لي واحد اسود ها ديكويت بقلوبة ها طيب ساعة مناقصة أبد مناقصة مناقصة المناقصة بتشوف الان في كلاكيت زين صب يا حبيبي كاسة طيب وش جاكم مستشفى الحمد لله ما يتحس طالع من عرس مالكي تكفى يا مالكي لا تورط حل يجي زي اللعب مالكي ترى فرحانين عشان تقطقوا عليك فهد مالكي اليوم الصبح صباح الثلاثاء جيت هنا الشباب بدون مايك ليش؟ لاني مع ترك الموسى اللي بدون مايك وبدون اي هذا المايك حبيبي هذا المايك ولد بيشرب بعد مني ذا فهد المالكي هل تطمع بانك تكون منظم المره الثالثه؟ فهد المالكي لا مستحيل فهد المالكي فايز المالكي محسوب عليك حبيبي ها؟ مشكلة بس بشرط ايش جاك من قلت له لا 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 خلاص شوف سند والله شيء محمد مين بالله ليه محمد امس امس يا بندر ايش قال؟ صب لي واحد يا بعد جاسم ها؟ قال جاسم قلت فيك؟ لقيتني يلطف وصل محمد يا ولد تبي محمد اسود
مسنعنون عند حبيبهم مسنعنون عيال نظام اخر شيء فشل انتوا لا يا كمان انا شيء الصون يعني بضاجك زايد يعطيك العافيه عسل ما غصه من هناك جاد ايه شيل الصحون خلوا فايد معك فايد معك كباك كباك كباك